فؤاد شرف الدين، من بطل في الرياضة والأخلاق والإنسانية إلى بطل في الفن عاشقته الشاشات الصغيرة والكبيرة. في العام 1942 أبصر فؤاد شرف الدين النور في بيروت قبل أن تقسو عليه الحياة ذاكرا، فاضطر إلى متابعة دراسته في الليل ليعمل في النهار. عصامي تنقل بين الرياضة مصارعا ثم ملاكما، حاز على بطولات في دورات لبنانية وخارجية. حلم بأن يكون ضابطا فعكسته الظروف ليضبط القدر إيقاع حياته على الفن الذي دخل معتركه للمرة الأولى ممثلا بديلا عن بعض الشخصيات المصرية في زمن السينما المصرية اللبنانية المشتركة. مع المخرج أنطوان ريمي جسد فؤاد شرف الدين شخصية الكاوبوي الأمريكي في مسلسل ديالا، فلفت أنظار المخرجين والكتاب ليسلك درب الاحتراف عبر تصويره مسلسلات بين لبنان والأردن وأبوظبي وقطر، أمنت له انتشارا واسعا في العالم العربي. ومن التلفزيون إلى السينما، حيث برز شرف الدين بأعمال كبيرة من حسناء وعمالقة إلى الممر الأخير، لتكر الأفلام السينمائية وجماهير المعجبين اللبنانيين والعرب بالكابتن الذي حصد الدروع والأوسمة. في أواخر الثمانينات درس الإخراج بالمراسلة، فأخرج عشرات الأعمال التلفزيونية العربية قبل أن يعود فؤاد شرف الدين إلى السينما، حلمه الدائم، ويخرج الصرخة ثم حنان والقدر، وفيهما حاكم تجار الحرب اللبنانية، ليطل في العام 1999 من إيفانوفا فيلم يليق ببيروت عاصمة الثقافة. الشرف عنه يطول، والكلام عن أعماله وإبداعاته لا تحصى، لكن عسانا أن نذكر بعضا من سيرته علنا نفيه جزءا من حقه. مبدع عملاق سار من أفق إلى أفق حتى بلغ الآفاق كلها. بدأ حياته بالمشوار المستحيل، هو ممثل ومخرج ومؤلف لبناني، عمل مع شقيقه المخرج يوسف شرف الدين منذ السبعينات، لقب بالكابتن أثناء الحرب لتضحياته في سبيل إنقاذ حياة الآخرين. سيرته عبرة لكل شاب طموح. أسندت إليه أدوار البطولة في معظم الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وكان آخرها الغالبون وكندا في الدراما اللبنانية. هو مؤسس السينما اللبنانية بكل ما للكلمة من معنى، كرمته العديد من الجمعيات والروابط والدول، وحاز على شهادات تقدير وإبداع من شخصيات سياسية وفنية وإعلامية لبنانية وعربية ودولية. هو يستحق منا كل تقدير واحترام. أيها المكرم، تحية منا لك لكل عطاءاتك، ونتمنى أن تبقى ذخرا للسينما والفن اللبناني الأصيل. سائلين الله أن تكون بأحسن حال، ونسألك المزيد. إنه الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين. يسعد نهاركم جميعا، وان شاء الله كل الايام اللي جايه بتكون خير وبركه. ثانيا شكرا لاحدى اهم الكلمات اللي سمعتها بحقي، هي الكلمه اللي سمعتها اليوم. ثالثا الشكر لتحويطة مودرن سكول بإدارتها وأساتذتها وطلابها وأهالي طلابها. شكرا لكل واحد عم بيحاول يضيء شمعة بهالأيام السوداء اللي نحن عم نمر فيها. ما رح تقل اكثر. طبعا سررت جدا من الاستاذ شوقي بزايع باللي سمعته، انا لا اكتب الشعر انما بحب قراءته. احيانا بكتب خواطر
رح بستأذنك إني أقول شيء، وخواطري بشوي بتوجع، بس رح أقوله. بباريس بإحدى السنوات وكنت بطريقي لقرطاج لعرض فيلم من أفلامي، وكان سكني قرب برج إيفل. قرب برج إيفل كنت شوف الناس واقفين صف، فعائلتي حابة تطلع تشوف البرج. أنا طبعاً ماني مستعد أوقف بالصف لشوف برج إيفل، مع احترامي للمهندس اللي سواه ومع احترامي لمهندسي لبنان، باستثناء البعض اللي بيخضع لضغوطات ليعمل جسر بنص الأوتوستراد، جسر نهر الموت، مقابل حفنة من الدولارات. فقعدت على زاوية على حجر وطلعت بالبرج. لبنان كان عم يحترق بوقتها، وكتبت له كلمتين، قلت له يا برج إيفل، إننا نعتز وسنعتز بأبراج بيروت ولو تهدمت. بعضنا يعتز بأبراج انهدمت، وبعضنا الآخر يعتز بأبراج تهدمت. في الماضي دمرنا مرات ومرات، معروف بيروت قلبت 7 مرات. في الماضي دمرنا مرات ومرات، وفي الحاضر يحاولون تغييبنا لفترات وفترات. أما في المستقبل فسنكذب كل التوقعات. بوجود أمثال اللي تكرموا علينا وكرمونا اليوم، أنا بعتز بالدروع والشهادات اللي باخدها من جمعيات أهلية، مدارس أو أحياء أو إلى آخره. ما بعتز أبداً بالدروع اللي باخدها من الفئة اللي كتب عنها الأسبوع الماضي بإحدى الجرائد إنه ثروة لبنان بتنقسم كالتالي: 10% بيملكوا 130 مليار دولار، و 90% بيملكوا 40 مليار دولار. بعتز فيكم انتم. وبمناسبة الجريدة، بمرة من المرات أنا بقرأ جرايد وبقرأ جريدتين، يعني طرفين، صدقاً أني قريت جريدة ولقيت الأحداث ماشي هي ذاتها. اكتشفت بعد شي ساعة تقريباً، بس وصلت للوفيات لأنه كان في عندي صديق متوفي، اكتشفت أنه هاي الجريدة عمرها شهرين، ونفس الأحداث ونفس الأخبار ونفس السياسيين ونفس الطروحات، مع تكذيب أو مع توريث لأولادهم وإلى آخره. وحتى أنهي بكلمة عكس ما قال خيي شوقي، أنا للمرأة هيدي الكلمة موجهة. المرأة هي كل شيء بحياتنا. المرأة هي التي تهز السرير بيسارها فتهز العالم بيمينها. الراحل نزار قباني، أنا ما بمشي تسلسل، بدكم تلحقوني شوي. الراحل نزار قباني قال لبيروت شغلي، ولأني بحب بيروت ولأني بتمنى أني موت بين حجار بيروت، بين بيروت العتيقة، بين حجار بيروت العتيقة، والشجرة اللي أنا خلقت تحتها بعدها موجودة على كورنيش المزرعة، صارت عجوز بس بعدها. قالها لبيروت، قال يا ست الدنيا يا بيروت، يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟
من صادر خاتمك السحرية وقص ضفائرك الذهبية؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ من شطب وجهك بالسكين وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين؟ اعتذروا منا بعدين، بعد الحروب العباسية اللي خضناها، وقالوا لنا ها نحن أتينا، ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين إنا أطلقنا النار عليك بروح قبلية فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. فليتفضل الأستاذ علي فرحات والأستاذ عماد عبدالله لتسليم دروع التكريم.